ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث والموضوعات اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الـ22 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيبدأ حجز وحدات مشروع سكن مصر، وبيبدأ موقع بنك التعمير والإسكان من الساعة 10 الصبح فتح باب الحجز للوحدات في 11 مدينة جديدة، وده لمن تقدموا بالفعل في التسجيل وسداد مبلغ مقدم جدية الحجز للطرح الحالي للوحدات. تضمن الطرح الحالي لشقق سكن مصر وحدات كاملة التشطيب بعدد 8660 وحدة سكنية بمساحات من 106 حتى 133 متر مربع. النهاردة هتستضيف مبادرة أنت مش لوحدك اللي أطلقها قطاع الفنون التشكيلية 29 فتاة من جمعية دار المبرة للبنات اليتيمات، وده في ورشة عمل ويوم ترفيهي بيقام في المانيال. تستمر المبادرة منذ انطلاقها في يناير الماضي في دعم ورعاية فئات معينة من المجتمع، منهم مرضى السرطان وذوي الهمم والأيتام وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية، وده عبر إقامة يوم فني وثقافي وترفيهي بيقام بصفة شهرية. النهارده هينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، تبدأ بأولى أمسيات صالون الغورية الثقافي وفقرة فنية للمديح النبوي تقدمه فرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التوني. النهارده العشاق الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 22 من عمر المسابقة، هيلتقي إنبي مع البنك الأهلي الساعة 9:15، وفي نفس التوقيت هيلتقي كل من سيراميكا كيلوباترا مع المقاولين وسموحة مع الإسماعيلي.